السلام عليكم، مساء الخير، لاباس عليكم، كلشي مزيان، امور طيبه. اليوم جبت لكم واحد الطريقه اللي غتخليك غتمشي لاسبانيا بطريقه زوينه، وهي العمل التطوعي. اسبانيا فاتحين حساب ديال العمل التطوعي بدون فيزا ولا كونترا ولا شي حاجه. طريقه سهله مهله، غنبارطاجيها معكم وغتشوفوا المراحل دقه دقه. يلا بالنسبه للعمل التطوعي، ما تيكونش عندك واحد الخبره واحد التجربه كبيره، المهم كتكون عندك خبره على قد الحال. الشروط ماشي شي حاجه بزاف، المهم مطلوبين من 18 سنه اقل حاجه حتى 30 سنه. وبالنسبه هما كيعطيوك سكن، ممكن انك يديروا لك طياره انك تجي من المغرب حتى اسبانيا. هذا الشيء ماشي شروط ديالنا، شروط العمل التطوعي ديالك، وغنوريكم هذا الشيء على عينيكم تشوفوا بالضبط. وبالنسبه للموقع ها هو غنوريه لكم، وغنحط لكم اللين ديالو باش انكم تابلايو في هذا السيت هذا. وبالنسبه للتطوع، راه المغرب داخل في هذه الدول اللي حاطين فيها اسبانيا اللي غيشاركوا في هذا المجال التطوعي. والشرط الاخير كما قلت لكم انهم طالبين من 18 سنه حتى 30 سنه. ونتمنى ان شاء الله الله يوفق الجميع، سواء الدراري او البنات، فرصه هذه. وفي الاخير الى توفقتي انك كيعطيك واحد الشهاده ديال التطوع في اوروبا اللي كتخولك ان شاء الله الا كان شي عمل تطوعي كيجيوك ثانيه وكتخلص. دير ابلاي اونلاين، غتعمر المعلومات ديالك، الزانفورماسيون ديالك، الايميل، النمره، التليفون ديالك باش يجاوبوك ان شاء الله. ولا تقبلتي وجاب الله التيسير، طلب واحد، دعوات الخير فقط. وشكرا لكم، وتصبحون على خير ان شاء الله. السلام عليكم.